ناخد مدام اسماء. مدام اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضل. عندي ابني يا دكتور عنده برضو 5 سنين ونص، وزنه 20 كيلو، بس هو عنده انيميا. نسبة الانيميا بتاعته من حوالي شهر كانت 9. الهيموجلوبين. الهيموجلوبين انا بديله الفيتامينات اللي هي فيتامينات بالحديد على طول وعسل اسود، وبحاول الاكلات اللي هي فيها حديد، بس هو برضو نسبة الانيميا زي ما هي، ولونه اصفر، يعني لونه اصفر حالل. مش عارفة هل هو انت محتاج حضرتك تحاليل تانية؟ يعني 9 دي بقالها قد ايه؟ 9 دي حوالي تقريبا بقالها شهر. وقبل كده كانت عامله تحليل ولا اول مره تعملي التحليل؟ لا، هي اول مره اعمله، لان هو لونه اصفر حالل، يعني بقاله فتره لونه عمال يصفر اكتر من الاول، تمام. لونه مش طبيعي. طيب يعني انت بقالك شهر بتدي علاج للحديد؟ علاج للحديد مع طبعا عسل اسود مع الاكلات اللي هي فيها حديد. انا طيب. بس خايفه لا يكون مثلا في حاجه في الجسم ما بتخليش الجسم يستفاد بالحديد دوت، او بتكسر نسبه الهيموجلوبين عنده في الدم. هقول لك يعني، حاضر. وبالنسبه للديدان بس معلش، اللي هي الشرابات والحاجات بتاعه الديدان دي. ماشي، شكرا يا دكتور. حاضر. الشربات مش الدواء يعني. اتفضلي. بالنسبه للانيميا، هو انا بسالها ليه 9؟ لان في امراض دم عمر ما يبقى فيه الهيموجلوبين ما يزيد حتى لو ادينا حديد. عشان كده بسألها، هو 9 ده من زمان ولا من دلوقتي؟ هي في حاجتين، هي قالت 9 من شهر بس، وابتدت تدي فيتامينات واكل فيه حديد من شهر. الحقيقه لو في انيميا وعايزين نطمن هي اتحسنت مع العلاج والاكل ولا لا، مش اقل من 2 لـ3 شهور، يعني انيميا ما بتصلحش في شهر، تمام؟ طب لو ما بتصلحش، طب يمكن يبقى عنده مرض في الدم زي ثلاسيميا ماينور. في امراض في الدم لما بنلاقيها حتى يبقى الطفل ده عمره ما هيزيد، خلاص هو كده، ما نديلوش حتى ما نديلوش فيتامين. فلازم تعمل حاجه اسمها هيموجلوبين الكتروفريسس، ده تحليل في الدم يبين هل في مرض في خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الطفل ده مش محتاج خالص حديد، بالعكس غلط ان انا اديله حديد ولا لا. يبقى التحليل بتاع الهيموجلوبين الكتروفريسس ده مهم جدا قبل ما نبتدي العلاج، لان هي مش عارفه هو 9 دي من زمان ولا دي جديده. وده بس سعادتك. والانيميا انواع، مش بس نقص حديد، يعني في فوليك اسيد ناقص، في فيتامين بي 12 بيبقى ناقص، يعني في انواع الانيميا مش كلها نقص حديد بس. يعني كان صوره الدم المفروض بنبص على حاجه ام سي في وام سي اتش سي اللي كذا هي حاجه مع بتقول بعض. يعني بتقول، فهل 9 دي هي شهر بدري؟ لو عايزه تستنى 2 شهر كمان تخليها على نفس العلاج وتعمل ولقيته 9 تانية، لازم نعمل هيموجلوبين الكتروفريز. طيب كانت بتسأل على الأدوية. الديدان دي بتيجي عن طريق الفم، الطفيليات والديدان دي. دايما بننصح أي أم، لو سمحتي ما تخليش ابنك ياكل أو يمسك فاكهة أو خضار مش مغسول. الطين اللي عليه ده هو اللي عليه فيه الديدان دي، فلما يمسك حاجة وبعدين ياكلها خلاص هي كده. طب احنا ليه بنقول كده؟ عشان للوقاية، إن حتى لما هدي ابنها دواء هتخف، لكن ممكن بعد شهر يجي له تاني. طب احنا هي مشكله ان احنا نروح لدكتور ونجيب دواء ونروح لدكتور، لازم اعرف الوقايه ازاي عشان ما يعياش كل شويه. يعني مش مساله ان انا ايه، يعني ما انا بجيب له الدواء لو جات دواء مش حاجه اسمها كده. فلازم نعرف ازاي، فما نخلوش يمسك حاجه مش مغسوله، نبعد خلاص. احنا داخلين على الشتاء، البرتقال والاستفان دي الناس يجيبوه يحطوه في الطبق، يا عم اغسله الاول وبعدين بحط في طبق. ابنك ما يمسكش برتقال ولا استفان دي مش مغسول، ده بقول لك ابسط حاجه كده، بقول لك ما انا بقشره، بقى بتقشره ايه، ما بس خلاص هو خلاص بقى في ايده، بقى في ايده خلاص مثلا كده. ده اي فاكهه او اي خضار. في طبعا حاجات جديده، وفي بتتاخد مره او مرتين او 3 ايام حسب نوع الديدان. يعني الطفيليات دي انواع، يعني هي لازم تعمل مش تحاليل لازم الاول براز. عشان تقدر تعرف هو ايه بالظبط نوعه، والجرعه قد ايه ودواء ايه. اللي مش كل الادويه، مش كل انواع الديدان او ادويه الديدان بتغطي 100%، لا بتغطي 90%. طيب مدام مي بقى كان ليها سؤال، بنتها 1 سنة وشهرين، ووزن الولادة كان 3400 والطول 48، دلوقتي 9 كيلو والطول 76. عند سنة وشهرين مفروض الوزن من 8 كيلو 300 كده ل 12 كيلو، 8 300 ل 12 عند 1 سنة وشهرين. فهي مش وحش، بتقول تسعة وشوية، فده في الأول. والطول من 73 ل 83، فهي 76، وهو ده ماشي مع طول الولاده 48 في الاول، اللي هو في قرب النص يعني. فده بس سعادتك، فهي وزنها ماشي مع طولها، يعني بن رفيعه بسيط يعني. يعني المفروض تبقى هي 10 كيلو مثلا، فهي ناقصه كيلو على طولها.
ده عادي لسببين. اول حاجه ان بنتها بتسنم بدري. يعني ايه بدري؟ يعني الدروس مستعجله بالانياب. هي نسيت ان الانياب بعد الدروس. فالدروس بتطلع من سنه لسنه ونص، ودي اصعب فتره في التسنيم في عمر الطفل. زي ما احنا عارفين الضرس مستطيل كده مؤلم جدا، وبالتالي بيبقى الطفل يوم ياكل وثلاثه لا. فهي سنه وشهرين طلعت الاربع دروس دي، بتسنم بدري قوي. المفروض الاربع دروس دول يطلعوا عند اخر سنه ونص، فمعنى كده انها بتسنم بسرعه. وده السبب طبعا كافي ان هي لا تاكل ولا تنام. يعني الدروس من شده الالم كمان، من شده الالم. يعني الدروس دي تخلي الطفل بيعوم وهو نايم، وتقعد تعيط وهي نايمه، وتنام تاني وما بتاكلش كويس وما بتنامش كويس. فهي طلعت الاربع دروس الحمد لله. طبعا هتسيبها شهر او شهرين تطلع الاربع تنياب اللي ما بين سنه ونص لسنتين، هتطلعهم بدري. فده سبب ان هي ما بتاكلش كويس. يعني الفتره اللي الاطفال بيطلعوا فيها السنان والدروس والانياب دي الفتره اللي هو فعلا بينزل فيها الوزن. الشهيه بتبقى وحشه، ما بتزيدش كويس. يعني حاجه الطفل يزيد قد ايه؟ ما بين 100 جرام ماكسيموم 200 جرام في الشهر. في الشهر بحاله 100 جرام يزيد بس 100 جرام، لانه كمان غير الشقاوه ان هو ما بتقعدش كمان. اما حكايه ان هي بتسند، اهم حاجه انها بتسند، تقف تمشي سانده. المشي لوحدها ده من سنه لسنه وثلاث اشهر عادي، لان الطفل بيخاف، ودرجه الخوف بتفرق من طفل لطفل. في طفل جريء يعني سنه يقوم يجري ويقع ما بيعملوش حاجه، في طفل لا بيخاف على نفسه ويتسند، لو حاسه انها تقع تقعد وتزحف، ما عندهاش مشكله في الزحف. يعني هي كده الحمد لله ما فيش فيها مشاكل. لا. ممكن تقلق.